طقس العرب في السعودية، سعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس غالبا صافي في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا. سكاكا طقس حار 40 إلى 26، نفس الحرارة في عرعر. أما تبوك طقس صافي 39 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة 40 إلى 28، المدينة المنورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 41 إلى 32، والطائف 33 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، أبها زخات رعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهيرة 30 إلى 21، أما جازان 34 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام 43 إلى 31، الحفر الباطن 42 إلى 31، والإحساء 45 إلى 31. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 29، بريدة 42 إلى 27، وحائل 39 إلى 27. إلى اللقاء.